بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أحبتي أينما كنتم في كل مكان، لكم التحية والاحترام والتقدير. سؤال مهم جدا دائما من جميع البشر وخاصة الفتيات: دكتور، أنا جسمي كويس بس إلي كرش عايز أخسسه، أنا جسمي كويس بس شوية عندي أرداف عايز أخسسهم. أنا هعطي وصفات سريعة في حلقتين أو ثلاثة اليوم إن شاء الله، إذا اتبعتوهن تنفع كنظام تطبيقي بدون جوع. إذا استخدمتوها صح بإذنه وتعالى ستحصل على جسم رشيق في أيام قليلة جدا، ربما لا تزيد عن 10 أيام، تفقد أكثر من 15 كيلو بحركات بسيطة إذا طبقناها في كل وقت بدون عناء بدون جهد. تعلموها، تزيد ذاكرتكم، حسن أدائكم الوظيفي، تتحسن قدراتكم العقلية والجسدية والجنسية إذا تنفسنا صح. كيف نتنفس صح؟ نأخذ نفس عميق من الأنف، نخرج كله من الفم 4 مرات. دائما بقولها عند بدأك أي عمل وخاصة للمذاكرة للطلاب يجب أن نبدأها، وما بال النفس بحرق الدهون. إذا كان ذاكرتي بتتحسن معناها حرقي حيتحسن. يبقى حنكرر نفس 4 مرات شهيق وكتم ثواني قد ما تقدر بدون سحب نفس بدون شهيق، ثم إعادة تكرار النفس والشهيق، شهيق عميق وزفير عميق. إذا عودنا نفسنا على هذه الحركة مع شفط البطن عند كتم النفس لثواني ربما 10-20 ثانية قد ما بتقدر، يبقى انت بتزود الحرق، بتزيد مساحة صدرك، بتزيد كفاءة الدم والأكسجين والجلوكوز اللي بيصعد للمخ. فإذا تحسن أداء المخ كل وظائفك بتتحسن بلا استثناء، بما فيها الكبد، بما فيها حرق الدهون، بما فيها الباءة، بما فيها نضارة البشرة. هذه أول خطوة. نيجي للخطوة اللي بعدها. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما نتكلم عن ماذا كان يفعل من مسببات السمنة: الإمساك والقولون. طيب نتبع نهج المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان يشرب على الريق قبل ما يتوضأ، قبل ما يقف يصلي، له سقاية يذيب فيها معلقة اللي هي الكاسة العادية، يذيب بها معلقة من عسل النحل. ويريد نستخدم المعلقة الخشبية أو الخزفية، وإن كان مش موجودات لا بأس نستخدم البلاستيك، بلاش المعدن، لأن العسل مليء بالفوائد النشطة جدا اللي ممكن تتحد هذه العناصر مع المعدن الستانلس ستيل اللي في المعلقة. يبقى أول خطوة نستخدم إطالة العسل، إذابة العسل مع الماء، ثم قطرات من زيت الزيتون وعصير الليمون. هذه على الريق صباحا، لو اعتدت شربها بتسد الشهية، بتنشط خصائص العسل في الكاسة كلها. الماء يكتسب خصائص المادة اللي ذابت فيه، كأنك شارب كأس عسل بدون زيادة سعرات حرارية. بتجلي جهازك الهضمي، بتنظف جهاز الهضمي، بتبطنه بالزيت الزيتون، بتنشط القولون على مدار 24 ساعة. اليوم الطب الحديث اللي استخدم الأجهزة للتخسيس اعتمد ببث إشعاعات على القولون لتنشيطه عشان يزيد الحرق. كاسة واحدة على الريق كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنت تزيد الحرق في جسمك وتسد شهيتك، خاصة إذا وضعت فيها قطرات من الليمون وزيت الزيتون، ولا بأس لو وضعت قطرات من الخل. هذه الطريقة الأولى لسد الشهية، ودائما الأكل بعد هذا المشروب بساعتين. طيب إذا أنا ما بديش أعمل هذه الوصفة، بإمكاني أتبع وصفة أخرى من خلال الشاي بدون سكر، أي شاي أخضر أحمر شاي عادي بإذابة فيه مع وضع أي نكهات أخرى إضافية، إما الزنجبيل أو القرفة أو الهيل، وياريت نحط معاهم نص معلقة من البان الذكر اللي هو الكندر اللي هو الصمغ المرة وليس الصمغ العربي. بنطحنها وبنحطها أو بنكون نقعينها في ماء سخن ثم نضيفه مع الشاي، ولا بأس لو عصرنا معاهم ليمون. كل هذه سادة للشهية وحارقة للدهون كوصفات سريعة بإذنه وتعالى لتسد شهيتنا. طيب إيش الوصفة اللي أنا بدي أعملها كمان اللي تفيدني
باني اطول فتره الجوع ما تجيش الي واسد شهيتي لفتره اطول غير الشاي المر والكندر. الكندر بيعطيني شبع لساعات، بيقضي على مشاكل المعده، بيدي مراكز الاحساس بالجوع والعطش في داخل المعده انه دائما هي مبطنه، يعني انت شبعان على طول. هذا من ماده الكندر. بامكاني انا اعمل تركيبه اخرى اشربها قبل الوجبات باستمرار، تحتوي على الماء المغلي المضاف له دقيق ذره الفشار. عارفين الذره الفشار اللي بنحطها بتصير تفرقع، اللي بيسميها الناس اللي بتحمصها بصير لونها ابيض كذا، اللي هي الفشار بصفه عامه. بامكاني اطحن قدر معلقه اضيفها لكاسه الماء المغلي، واضيف معها الزنجبيل، واضيف معها الكزبره المطحونه، وايضا الكمون. اربع عناصر بتسد الشهيه: زيت الكمون لو استخدمته، او الكمون الحب، او المطحون في وقته. دائما الكمون زيته طيار سريع جدا، لذلك انا بقول الكمون اشتروه حب واطحنوه في وقتها، او حتى حطوه كما هو. والكزبرة زيتها طيار سريع، بامكانكم تطحنوه في وقتها او تحطوها كما هي حب، مع اضافة قليل من القرفة او الزنجبيل مع معلقة النشا، علشان تمسك هذه كل الزيوت او المحتويات. بناخدها قبل اي وجبة بنص ساعة. لم اتكلم عن الوجبات، قلل، اعمل، ساوي، لا، كل غذاء متوازن بيحتوي السلطات، الشوربات، الى غير ذلك. هذه الوصفة تؤخذ قبل الأكل لسد الشهية أيضا، علشان ما تكثرش أكلك. أخذنا واحدة في الصباح الباكر، أخذنا قبل أي وجبة الوصفة اللي ذكرناها. بإمكاني أخذ أي وصفة من اللي ذكرت في حلقات سابقة اللي هي بتشد الترهلات، علشان أنت قاعد بتخس بسرعة، أكلك قل، الكالوري أو السعرات الحرارية صارت تقل، أنت نشيط، زاد نشاطك. كل المشروبات اللي أنا بقولها بتحافظ على نشاطك وأدائك الوظيفي. بإمكاننا نضيف الشومر بعد الأكل مع الشاي الأخضر والزنجبيل والقرفة، بإمكاننا نحط معهم المرمية والكراوية واليانسون. كل هذه الأعشاب بتزود الكولاجين في الجسم، فبالتالي بتشد العضلات، بتحافظ على رونقك. دائما خصرك بيصير نحيل، خصرك بيصير نحيل، جسمك مشدود، وجهك مشدود، ما فيش ترهلات، ما فيش تجاعيد نتيجة النقص أو الضعف اللي في الوجه، لأن أنت قاعد بتاخذي أغذية متزنة فيها كل الفوائد الصحية. المشروب اللي احنا بنعطيه كمان قبل النوم بتخسي وانت نايمة، اعيده مرة ثانية: معلقة من ذرة الفشار بنطحنها في بيتنا، معاها معلقة صغيرة من الكزبرة، معاها معلقة صغيرة من الكمون، مع الماء المغلي بإمكاني أضيف قليل من القرفة، قليل من الزنجبيل، وبإمكاني أعصر عليها ليمون. أخذها قبل النوم بنص ساعة أيضا، بتحسن أيضا عملية الحرق عندي، وبتعطيني فترة شبع طويلة. أخذ غذاء متوازن بإذنه وتعالى. هذا الرجيم في أيام قليلة سوف تخسي أكثر من 10 ل 15 كيلو، بمعنى أنه في اليوم هتخسي أكثر من كيلو أو كيلو ونص، وإذا استمريتي عليه حتى تصلي على الوزن المناسب إليك وتحافظ عليه بإذنه وتعالى. تابعوني في حلقة جديدة عن التخسيس بمشروب سهل التحضير. أيام قليلة حتخسي أيضا أكثر من 10 أو 15 كيلو في 10 أيام. لكم تحياتي، تابعونا، شاركوا هذه الحلقات في مجموعاتكم، اشتركوا في قناتنا على اليوتيوب، انشروا ما يصلكم من علم ينتفع به بإذنه وتعالى، واكسبوا الأجر، ولكم تحياتي.